الخير وسهلا عليكم. الاخبار يا رب كله يكون تمام. حتى الان بقى تقريبا اكتر من اسبوعين بجرب البوكوفون الجديد اللي نزل مصر، البوكوفون اكس 3. طبعا في كذا مراجعه اتعملت له، واحنا هنا في القناه برضه عملنا له كذا فيديو كاختبارات مثلا لتجربه الالعاب الكامله او مقارنات مع موبايلات ممكن تكون بتنافسه شبه الريدمي 7 في نفس الفئه السعريه. ولكن ليه ما عملتش المراجعه من اول ما الموبايل دوت وصل لي من اسبوعين او اكتر من اسبوعين، والمراجعه كانت تنزل بدري عادي؟ ده لاني انا كنت حابب احط الموبايل دوت تحت الاختبار المكثف اكتر، مش بس تبقى مراجعه اول ما تنزل مثلا تجيب شويه مشاهدات، وحس ان ممكن بعد كده بعض من الناس مثلا يكتشفوا عيوب موجوده في الموبايل والمراجعه ساعتها مش هيبقى ليها لازمه قوي، لان انا ساعتها مش هكون ذكرت العيوب ديت. فانا كنت حريص بقى من الحته ديت ان انا استخدم الموبايل يعني اكتر وقت اقدر استخدمه عشان لما اجي اعمل المراجعه نعرف نذكر العيوب زي ما احنا اتكلمنا عن الموبايل دوت والحاجات الحلوه اللي فيه في فيديوهات كتير قبل كده. والنهارده دي هتبقى مراجعه بقى كامله للموبايل، ايه الحاجات اللي عجباني البسيطه والتفاصيل الصغيره، وايه الحاجات اللي مش عجباني فيه والعيوب اللي ظهرت مع الوقت بعد الاستخدام المطول. لو انت ناوي تشتري الموبايل دوت فعلا فالفيديو دوت هيكون مفيد ليك. من غير ما نضيع اي وقت خلينا نبدا باول حاجه وهي التصميم بتاع الموبايل. رغم التصميم حلو جدا وتعتبر كمواد تصنيعيه هو واحد من احسن الموبايلات في الفئه السعريه ديت، كلهم بيجوا ببلاستيك من ورا وكمان البوكوفون بيجي ببلاستيك من ورا، ولكن هو بينفرد او متميز في حته ان الفريم بتاعه كله من المعدن او الالومنيوم بالذات، فالمسكه بتاعه الموبايل من الجناب كويسه. ده برده كويس للموبايل للوقعات وكده ان الفريم بتاع الموبايل نفسه يكون معمول من الالومنيوم، دي حاجه كويسه في الفئه السعريه ديت وحاجه ممتازه جدا. بالنسبه للتصميم كمان فهو تصميم سيمبل ولكن يشد، ولكن تعليق الوحيد على كلمه البوكو اللي مكتوبه بخط كبير قوي ديت، ولكن قعدت افكر فيها لقيت هي ميك سنس عادي او تبدو منطقيه لان الشركه لسه نازله جديد بهذا الاسم اللي هو البوكو فون او شركه بوكو، يعتبروا لسه جداد ومفيش ناس كتير تعرفها. الناس تعرف شركه شاومي ولكن ما تعرفش ان في حاجه اسمها بوكو فون، فكون الناس ماشيه في الشارع بموبايل مكتوب عليه اسمه بالكبير قوي دوت هيخلي الناس تتقبل اكتر الموبايلات اللي جايه من شركه بوكو. او بالنسبه للناس اللي عندها خلفيه عن الشركه لما تشوف الشعار كبير كده اول حاجه هتيجي في دماغها الموبايل الوحيد اللي شفناه في مصر من شركه بوكو فون اللي كان موبايل ممتاز جدا، ففي دماغهم برضه هيفتكروا الموبايل دوت اكيد ممتاز زي الموبايل اللي فات اللي كان من شركه بوكو. فممكن تبدو منطقيه ان اللوجو مكتوب باسم كبير، بصراحه حركه مش عجباني وما اتمناش ان انا اشوفها في الموبايلات اللي جايه، يعني يمكن عشان ده اول موبايل فمنطقيه بالنسبه لي، ولكن اللي بيشتري ما يهموش الكلام دوت، هو عايز موبايل شكله شيك اكيد مش عايز عليه يعني لوجو بياكل نص الموبايل. لكن بخلاف مواد التصنيع الموبايل دوت تحسه اللي هو جاب اشيك بدله عنده ولبسها كلها شكله شيك جدا، ولكن بعد ما لبس البدله راح جايب جاكيت بامب كده اللي هو منفوخ وراح لبسه فوق البدله. رغم ان تصميم الموبايل شيك جدا الا ان الحجم بتاع الموبايل تقيل نسبيا للموبايل 215 جرام، والسمك بتاع الموبايل برده تخين، يعني انا وماسك الموبايل على طول بقول الموبايل حلو بس ايه ده تخين قوي يعني الموبايل سميك. فهو المثل اللي انا قلته دوت ينطبق عليه بالظبط، قعدت افكر فيه يعني وقت كتير جدا في مثل يليق بيه، فهو فعلا لابس بدله ولكن لابس فيها حاجه كده خلته موبايل ضخم وموبايل تقيل. مش بس الموبايل تخين ولكن كمان في بروز في الكاميرات يعني قد يكاد يكون غير محتمل، البروز فعلا كبير جدا وبقالي اكتر من 3 اسابيع مع الموبايل كل مره ببص على الموبايل اقول ايه ده الموبايل فيه كاميرات بارزه، والموضوع ده بيخوفني ان انا انزل من غير الجراب بتاع الموبايل. هو اول مناسبه هو بيجي معايا جوه الصندوق بتاعه جراب، كنا عملنا انبوكسنج للموبايل ممكن تشوفوه من الاي اللي هتلاقوها فوق، ولكن الجراب بيخلي الموبايل سميك اكتر ما هو سميك، بلاقي نفسي في الاخر مش عايز استخدم الجراب. والبروز بتاع الكاميرات بصراحه احساسه مش اكتر حاجه لطيفه ممكن تلمسها في الموبايل، الكاميرات يعتبر معظم الوقت متبصمه عشان هي اكتر حاجه بارزه عن الموبايل، لكن في ناس ولا بيفرق معاها الكلام دوت كله، مش بيفرق معاها التصميم بتاع الموبايل، عادي يشيل موبايل سميك شويه وتخين شويه. انا مش من الناس ديت ولكن في ناس كتير كده. عايز اخد رايكم في الاضاءه اللي جايه من الناحيه دي كده، مش عارف انتوا واخدين بالكم منها اصلا ولا لا، بس انا هطفيها كده وانتوا شوفوا يعني كده من غير الاضاءه يعني كده كده، دي الاضاءه اللي احنا متعودين عليها دايما، دي جديده بقى، فاحب اعرف رايكم حلوه ولا وحشه، اكتبوا لي في الكومنتات ضروري عشان لو مش حلوه شيلها ملهاش لازمه بقى فاهمين. المهم برضه لازم اقول ان في بعض من الناس اشتكوا ان الموبايل بيخش فيه تراب جوه الكاميرات، انا ما اقدرش اختبر حاجه زي دي قوي، ولكن انا الموبايل على طول في اوضتي من غير جراب واوضتي مليانه تراب، يعني مليانه بمعنى الكلمه، على طول بيخش لها تراب لان احنا في دور عالي جدا ومفيش حوالينا عمارات كتير، فاوضتي على طول بتتملى بالتراب والموبايل على طول بيبقى مليان تراب ولكن مفيش تراب بيخش في الكاميرا. فحتى الان المشكله ديت ما قابلتنيش، ولكن في بعض من الناس اشتكوا من المشكله ديت، فالله اعلم
ممكن فعلا يكون الموبايل بيدخل تراب، ولكن النسخه اللي معايا ديت مفيش اي مشكله بالنسبه ان في تراب بيخش جوه الكاميرات او حاجه حتى الان. برضو في ظهر الموبايل هنا عندنا NFC، فدي حاجه ممكن تكون مهمه وما شفناهاش في معظم الموبايلات اللي في الفئه السعريه ديت، مهمه في التعاملات الالكترونيه مثلا شبه انك تدفع بالموبايل بتاعك، الحاجات اللي احنا متاكدين ان احنا خلاص هي دخل علينا بالنسبه لمصر ومفيش مفر منها وهتيجي هتيجي كده كده، فالنقطه ديت ممكن تكون مفيده ليك في المستقبل. كمان الموبايل من فوق بتشوف فيه الاي ار، الحركه اللي شاومي متمسكه بيها لغايه دلوقتي، تعتبر البصمه بتاعه شاومي حتى الان في موبايلاتها. ده بيخليك تقدر مثلا تتحكم في التلفزيون بتاعك او التكييف عن طريق الموبايل وكانه يعني ريموت، فبرضه نقطه لطيفه مش بتشوفها في الموبايلات التانية عموما غير من شاومي يعني. اوكي تعالى نتكلم شويه عن الشاشه. الشاشه مش عايز اتكلم فيها كتير لان هي ما فيهاش كلام كتير. الشاشه هنا لو انت عايز موبايل بيقدم لك الوان كويسه مش ده الموبايل، الشاشه الوانها مش احسن حاجه، هي بتيجي من نوع اي بي اس، وفي شاشات تانية بتيجي من نوع اي بي اس الوانها احسن زي ما شفنا في المقارنه بتاعته ما بينه وما بين الريمي 7، ولكن موبايل هنا بيقدم حاجه مش موجوده في فئته السعريه نهائي وهو التردد السريع. تردد الشاشه هنا بيوصل لغايه 120 هرتز في البوكو فون اكس 3، ودي حاجه ممتازه مش بنشوفها في اي موبايل في الفئه السعريه ديت. فنقطه ان الشاشه هنا 120 هرتز حاجه جميله جدا، ولكن في حاجه ضايقتني بصراحه ان الشاشه هنا يا اما تختارها تبقى 120 هرتز يا اما 60 هرتز، مفيش مثلا اختيار في النص 90 هرتز او كده، اللي هو انت لازم تختار يا اما اعلى حاجه والبطاريه تتسحل معاك يا اما اقل حاجه وما تاخدش تردد شاشه سريع اللي انت اصلا ممكن تكون دافع فلوس في الموبايل دوت عشان تحصل عليه في الموبايل. ولكن نقطه الموبايل دوت يجي بتردد شاشه 120 هرتز حاجه جامده جدا، ولكن فيها عيب واحد هنتكلم عليه لما نتكلم عن الاداء. انت بتحب تتفرج على افلام كتير او كده، فالموبايل دوت هيكون ممشي معاك في الشاشه ولكنه مش احسن اختيار، مع ان هنا في سماعات ستيريو، سماعات كويسه جدا، الا ان هي برضه صوتها مش اعلى حاجه، لكن انا ما عنديش اي اعتراض بالنسبه للسماعات عشان انا اصلا بحب السماعات الاستيريو حتى لو هتديني صوت اقل شويه ولكن هي عاجباني. طيب نيجي بقى النقطه عليها جدل من زمان قوي وهي الشبكات. انا كنت حريص جدا ان انا اجرب الشبكات في الموبايل دوت، جربته مع خط فودافون وخط من شركه اورنج، والاثنين ما كانش فيهم اي مشاكل في الشبكات، ولكن الحاجه اللي ضايقتني هي سماعه المكالمات. سماعه المكالمات هنا بصراحه غير مرضيه بالنسبه لي خالص، يعني في ناس جربتها وقالت يعني هي مش حلوه بس شغاله، ليه ما يكونش في سماعه عاديه شبه اي موبايل تاني في الفئه المتوسطه هنا؟ لان اصلا احنا عندنا مكالمات في مصر بيبقى صوتها منيل، فانت متخيل بقى الصوت بيبقى منيل وسماعه المكالمات كمان مش احسن حاجه، فبيبقى صعب ان انت تسمع الشخص اللي قدامك وفي حروف معينه كده ما بتسمعهاش بصراحه. فبصراحه بالنسبه لسماعه المكالمات انا مش راضي عنها. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاداء واللي هي المفروض نقطه قوه الموبايل دوت واجمد حاجه في الموبايلات كلها هو الموبايل دوت عشان اداؤه والفئه السعريه بتاعته. فخلينا نتكلم شويه ونتعمق في الاداء. اول حاجه الموبايل هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 732 مع 6 جيجا بايت رام، ومفيش نسخه اكبر من كده، هي اعلى حاجه انت ممكن تحصل عليها هي 6 جيجا بايت رام. مبدئيا المعالج دوت معالج قوي جدا، ويعتبر بالنسبه للسعر الموبايل دوت هو فعلا معالج قوي. كمان هم حاطين لك تبريد مائي في الموبايل دوت، واللي هي حاجه مش بنشوفها اصلا في الموبايلات اللي في الفئه السعريه ديت. التبريد المائي مخلي فعلا الموبايل ما بيسخنش، وديت حاجه انا لاحظتها جدا اذا كان في الالعاب. انا دوست على الموبايل دوت جامد في الالعاب وعملت له فيديو كامل تجربه العاب، هتلاقيه برضه في الاي اللي فوق الموبايل ما كانش بيسخن فعليا. الموبايل بالنسبه لسعره بيقدم اداء ممتاز، احنا قارناه بالريلمي 7 اللي هو اصلا اغلى منه ب 1000 جنيه. النقطه بتاعه ال 6 جيجا بايت رام ديت بتخلي ان انا لما ارجع لابلكيشن كنت فاتحه من شويه مثلا، الابلكيشن بيفتح من اول وجديد زي برضو ما شفنا في المقارنه بتاعته ما بينه وبين الريلمي 7. كل الابلكيشنز اللي احنا كنا فاتحينها رجعنا نفتحها تاني ولقينا ان البوكو فون بيرجع يفتحها من اول وجديد عشان ال 6 جيجا بايت رام اللي موجوده هنا. ما تفهمونيش غلط، الاداء بتاع الموبايل دوت مش وحش اطلاقا، الموبايل دوت هو احسن موبايل ممكن تجيبه عشان الاداء ب 4000 جنيه بدون نقاش، هو احسن موبايل بالنسبه للاداء حاليا من وقت تصوير الفيديو دوت. ولكن نقطه عتابي على الموبايل دوت اللي هو يقدر يدي اكتر من كده، ونقطه عتابي الثانيه هو السوفت وير بتاع شاومي. انا بشوف ناس بتعشق السوفت وير دوت وبتحبه جدا، ولكن انا عن نفسي مش بتقبله قوي، مش بس عشان هو يعني بالنسبه لي غريب كشكل، ولكن عشان بيقطع، يعني كل شويه كده في تقطيع في السوفت وير. لكن لما قلت لكم ان في عيب هنتكلم عليه بالنسبه لل 120 هرتز، وهو ان انا مش بعرف استمتع بيها قوي، لان كل شويه انا بتصفح من ابلكيشن للتاني تلاقي السوفت وير كده عمل فريز اقل من الثانيه، السوفت وير وقف وبعد كده كمل تاني. فانت اوكي بتسكرول مثلا في السيتنجز تجربه سموث جدا، يجي فجاه كده يفريز وبعد كده يكمل،
مش بتحصل كتير، ولكن لما بتحصل بتبقى مش لذيذة خالص. غير كده بصراحة يعني السوفت وير مش متناسق مع بعضه بصراحة، يعني تيجي تفتح السيتنجز كده وتدوس على اي حاجة تلاقي فيه فيدباك كده فايبريشن حاجة لذيذة جدا، تسكرول في السيتنجز حاجة تحفة، لكن تيجي تطلع مثلا برا تسكرول في اي حاجة تاني تلاقي تجربة مختلفة خالص. فاللي هو طب انتوا في حاجات بتعملوها عارفين تعملوها كويس، يعني خلوا بقى السوفت وير كله كده. فبصراحه شايف ان النوت سوفت وير ديت هي اللي موقفه شويه حته الاداء، ولو اتحسنت الموبايل دوت هيبقى تحفه بمعنى الكلمه في الاداء. وبالنسبه للناس اللي اصلا بتحب الواجهه بتاعت شاومي، فمن غير ما تفكر الموبايل دوت اداؤه هيبقى ممتاز جدا بالنسبه لسعره. طيب على قد ما انا كنت متوقع اداء معين للموبايل دوت وشفت اداء قوي جدا ولكن مش بنفس التوقع بتاعي، على قد ما انا كنت متوقع حاجه مش اجمد حاجه للكاميرا، ولكن شفت حاجه غيرت توقعاتي جدا. خلينا نتكلم عن الكاميرا. طيب زي ما قلت لكم بصراحه الموبايل دوت فاجئني بالنسبه للكاميرات، لان احنا عندنا الكاميرا الرئيسيه 64 ميجا بكسل والكاميرا الوايد 13 ميجا بكسل، وعندنا كاميرتين تانيين 2 ميجا بكسل ما لهمش لازمه قوي كالعاده في كل الموبايلات اللي بنشوفها في الحياه. بالنسبه للعدسه الرئيسيه فانا خدت بالي ان انا لما بشغل المود بتاع ال 64 ميجا بكسل فعلا الصور بتبقى بكواليتي اعلى، وممكن تقعد تعمل زوم اكتر وتشوف تفاصيل اكتر، فدي حاجه ممتازه جدا بصراحه. لكن بالنسبه للصور بتاعتنا العاديه اللي بنصورها على طول فهي فعلا صور ممتازه جدا بالنسبه للسعر بتاع الموبايل دوت، ككواليتي كديناميك رينج كالوان. انا على طول كنت بعترض شويه على الالوان بتاعت موبايلات شاومي، ولكن في البوكوفون هنا يعني فعلا الالوان بتطلع كويسه جدا تنافسيه جدا مع كل الكاميرات الكويسه اللي في الفئه السعريه ديت. حتى الكاميرا الوايد هنا بتطلع الوان ممتازه جدا، بتطلع ديناميك رينج برده كويس، وبتطلع صوره في الاخر مقبوله جدا على عكس معظم الكاميرات الوايد اللي انا بشوفها. فاي نعم الكواليتي مش احسن حاجه، ولكن مقبوله اكتر من موبايلات تانية كتير في نفس الفئه السعريه، بل واغلى حبه حلوين كمان. ولكن لما نيجي للتصوير الليلي فهو مقبول، ولكن مش احسن حاجه شفتها في الفئه السعريه ديت. كده برضو بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا كويسه جدا، لكن في الاضاءه العاليه يعني انت وقاعد في الشمس هتطلع لك صوره كويسه جدا، مش على طول بصراحه بتعرف تظبط الدايناميك رينج بتاعها، ولكن هي مقبوله في الاضاءه العاليه. ولكن لما نيجي للاضاءه القليله فالكاميرا السيلفي مش بتطلع احسن صور شفتها بصراحه. فالموبايل بصراحه كمجمل بيقدم لك فعلا كاميرات كويسه جدا. بالنسبة للبطارية بتاعة البوكوفون فهي بطارية ضخمة جدا 5160 ميلي امبير، وبالنسبة للشاحن برضو اللي بيجي معاه هو شاحن سريع جدا 33 وات. لما دخلنا الموبايل في مقارنة مع الريم 7 كان الشاحن بتاع البوكوفون شاحن بطيء نسبيا، ولكن لما نيجي ناخد كام موبايل لوحده بشاحن 33 وات هو شاحن ممتاز جدا ويعتبر شاحن سريع كمان. ولكن على الرغم من حجم البطارية الكبير الا ان الموبايل هنا يعني بطاريته عادية كويسة بتكمل اليوم كامل، ولكن لو انت عايز تقعد معاك البطاريات وقت اكبر فانت هتحتاج تقفل التراز الشاشة السريع اللي هو 120 هرتز، هتلاقيها بتديك اداء احسن. ولكن زي ما قلت لو كان فيه هنا بقى اختيار 90 هرتز فانت كنت ممكن تختاره كده وتمشي في الوسط تاخد بطارية اكبر شوية وبرضو تراز الشاشة سريع في نفس الوقت. ولكن هنا انت لازم تختار يا اما تاخد اداء بطارية عادي او كويس وتشغل 120 هرتز، او تاخد اداء بطاريه احسن شويه ولكن بتردد شاشه عادي جدا 60 هرتز، وما اظنش ان دوت الناس هتختاره. طيب اتمنى اكون غطيت كل المميزات والعيوب وعملت المراجعه اللي فعلا ممكن تكون كامله للموبايل دوت. لو انت حابب تتعمق اكتر في اداء الموبايل والالعاب انا في فيديو كامل عملته فيه لو انت محتار ما بين الموبايل دوت واشرس او اقوى منافس ليه في الفئه السعريه بتاعته اللي هو الريلمي 7، انا عملت مقارنه كامله للموبايلين. فاظن البوكوفون اكس 3 واحد من اكتر الموبايلات اللي انا حبيتها في سنه 2020 بالنسبة للسعر بتاعه. الموبايل دوت بيجي بسعر 4000 جنيه والنسخة الكبيرة بتيجي ب 4400 جنيه تقريبا، فاللي هو أسعار جامدة جدا بالنسبة لكل حاجة الموبايل دوت بيقدمها. بالنسبة لكل عيب موجود في الموبايل دوت فأظن إن في ناس معينة العيوب ديت هتكون مش فارقة معاها قوي، وبرضه هتروح تشيل الموبايل دوت لأن هو اختيار مناسب جدا في الفئة السريعة بتاعته. ده كان رأيي أنا، ولكن الأهم طبعا هو رأيكم أنتوا. هستنى كل آرائكم في الكومنتات تحت، ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل له لايك، لو أول مرة تشوفنا على القناة متنساش تعمل سبسكرايب عشان في فيديو جاي يا جماعة جامد جدا وأنا متحمس له جدا ليه علاقة بالآيفون 12 برو، فاستنوه وخلاص هينزل قريب جدا إن شاء الله. وبس كده متنساش تعمل لنا فولو على الانستجرام برضه عشان في حدث مهم جدا كمان كده كام يوم، فهنكون طبعا مغطيين الحدث دوت على انستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الانستجرام. وبس كده دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، شكرا انك شفت الفيديو مره تاني واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.